الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسه. نقف عند هذا الحديث. يقول: الإيمان برؤية الله بالرؤية يوم القيامة، والإيمان يعني من ضمن العقائد التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون برؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقد خالف أهل السنة والجماعة أهل البدع في أشياء كثيرة من الإيمان ومن العقيدة، ذكرنا طرفا منها كما ذكر الإمام البربهاري والأئمة العلماء، وهذه واحدة من الأمور العقدية التي يختلف فيها أهل السنة والجماعة مع أهل البدع، فقد أنكرت المعتزلة والجهمية، أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة. قالوا: إن الله لا يرى يوم القيامة. وحجتهم في ذلك تنظير، قالوا: لأننا إذا أثبتنا أن الله يرى فقد أثبتنا لله جهة، ونحن ننفي الجهة عن الله تعالى، فلذلك لا يرى. واستدلوا بآية وفهموها على غير ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: لن تراني. موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه، فقال الله عز وجل له: لن تراني. فالمعتزلة والجهمية قالوا: الدليل على أن الله لا يرى. قال العلماء: وهذه الآية رد عليهم وحجة عليهم لا حجة لهم. ليه؟ أولا، لأن الله، هذا هو الحجة الأولى، لأن الله تعالى لم يقل إني لا أرى، ما قال إني لا أرى، ولكن قال لموسى عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة: لن ترى. فلو قال الله عز وجل: إني لا أرى، لكانت الحجة مع الجهمية والمعتزلة. ثانيا، قالت المعتزلة والجهمية: لن تفيد التأبيد. فلما قال الله لموسى: لن تراني، أي أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن أهل السنة قالوا المقصود بالآية في الدنيا، فهم قالوا، المعتزلة والجهمية أهل البدع قالوا المقصود بالآية الدنيا والآخرة، وحجتهم أن حرف لن يفيد التأبيد. الرد عليهم: قال علماؤنا: لن لا تفيد التأبيد بنص القرآن، لأن الله عز وجل قال عن اليهود في تمنيهم للموت: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم قال الله عنهم وهم في النار يوم القيامة: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. إذا تمنوا الموت أم لم يتمنوا؟ إذا لن لا تفيد التأبيد.
لن لا تفيد التأبيد في اللغة العربية. فهمتوا الحجة؟ مين يقول لنا الرد ده؟ واحد يدينا الشبهة بتاعت الجهمية والمعتزلة ويرد لنا عليها زي ما قلنا لها. وأنا أكرر الكلام ليفهم ويحفظ. أيوه. لن تفيد التأبيد. دليلهم شنو؟ على إنه الله عز وجل لا يرى. واستدلوا بحديث موسى عليه السلام مع ربه لن تراني. طيب. فالعلماء فالرسول والجماعة يقولون لن تراني أي في الدنيا. أنا داير زول يجيك فوق عشان أسمع الناس زي. تمام. ما علينا للناس زي. السنة والجماعة يثبتون بأن الرؤية بأن عدم الرؤية بيكون في الدنيا. والجهمية والمعتزلة بيقولون يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى لا يرى أي في الدنيا ولا في الآخرة. ويستدلون بالآية لن تراني. لن تراني. يعني ده الشاهد من الآية. فهم بينفوا بيستدلوا بيفسروا بلن بأنها لن للتأبيد. لن تفيد التأبيد. أما أهل السنة والجماعة يقولون أن رؤية الله عز وجل للآخرة خاصة بالمؤمنين ولن تراني أي في الدنيا. ولن هي للتأبيد ولا ليست للتأبيد؟ ليست للتأبيد. الدليل شنو؟ هو الدليل. هو بس قوم فوق ورد الناس. بصوت عالي. الدليل هو شنو القرآن؟ وقال الله تبارك وتعالى أن يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدم الأيدي. وقال الله تبارك وتعالى عنه وقالوا يا مالك يقضي علينا ربك. نعم. تمنوا الموت. نعم. ولكن قالوا يا مالك. نادوا يا مالك. ونادوا مش عفوا. نادوا يا مالك قالوا قالوا ليقضي علينا ربك. ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فدي حجة واضحة ترد على المعتزلة والجهمية. أما الأشاعرة، الأشاعرة دي الناس بتاع اللولو خلاص. قالوا شوف اللولو كيف. أهل السنة قالوا بيورى يوم القيامة للمؤمنين خاصة. المعتزلة والجهمية قالوا ما بيورى أصلا. أما الأشاعرة دائما كده بالمناسبة بتاع اللولو من سياسة خلاص زي ما قال الشيخ ربيع. وده قال خطرين جدا بالمناسبة. فقالوا يرى رؤية البصيرة ولا يرى رؤية البصر. يعني بالعين ما بيشاف يوم القيامة لكن بيشاف شنو؟ البصيرة والفؤاد وكذا. وده لولو ساكت. ليه؟ لما عندنا من الأدلة من القرآن والسنة. من القرآن قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة بالضاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح ولا ما واضح؟ واضح جدا. إلى ربها ناظرة. وهذه لمن؟ للمؤمنين. أن ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة. والذي نضر وجوههم هو التقوى والإيمان والتوحيد والسنة. ولذلك قال العلماء من السنة والجماعة أن رؤية الله يوم القيامة يراه المؤمنون خاصة وبأدلة. وأيضا من الأدلة من القرآن إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إلى ما ينظرون؟ قال ابن كثير فيها قولين. يعني قال فيها قولين. القول الأول ينظرون إلى ما هم عليه من النعيم والسرور والبهجة والنعيم الذي أعطاهم الله في الجنة. القول الثاني على الأرائك ينظرون إلى ربهم. السلف قالوا كذا. دليلهم شنو؟ حجتهم شنو السلف؟ تابعوا السورة سورة المطففين. هذه الآية من المطففين. هذه الآيات يتكلم الله فيها عن الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وتكلم الله بنفس السورة عن الفجار. ماذا قال؟ كلا إنهم لا كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. عن ربهم لمحجوبون. فشلا دين الفجار. قال ابن كثير فجاءت الآية على الأرائك ينظرون مقابلة فيها أسلوب مقابلة
ما حدث للفجار أنهم محجوبون عن رؤية ربهم، وهنا الأبرار ينظرون أي إلى ربهم. وفهم السلف للقرآن كده، لأنه قالوا دي مقابلة. المقابلة في البلاغة يعني شنو؟ أن تأتي بالشيء وشنو؟ وضده، بالشيء وضده. الفجار هناك محجوبون، والأبرار هنا ينظرون إلى ماذا؟ إلى ما حجب عنه الفجار، حجبوا عن النظر إلى ربهم، وهنا ينظرون إلى النظر إلى ربهم. خلاص؟ طيب، من القرآن قول الله عز وجل، غير كده كم آية؟ آيتين. الآية الثالثة، الآن ده اكتبوه، لأنه ده اللي بيجيبوا لك ناس محمد المنتصر ومين ومين، ما هو ده؟ لابد تحفظ وتتعلم وتكتب عشان تفهم الأمر وتقدر تدافع عن الإسلام وعن المنهج. طيب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم وهو من رواية صهيب، حديث رقم 181 في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، حديث رقم 181، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم ربهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فأي فضل أفضل من ذلك؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه، أو قال عنه: فما أعطوا، الرسول يقول كده، فما أعطوا نعيما أفضل من النظر إلى وجه ربهم الكريم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة قال: أتدرون ما الزيادة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي النظر إلى وجه الله الكريم. كان في كلام؟ دي آية استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وفسر الآية رسول الله. كان في كلام؟ ما عندهم حجة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا من القرآن. أما الأدلة من السنة فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال الإمام الدارقطني أو عد الإمام الدارقطني أو قال الإمام الدارقطني: عندي 17 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الله يوم القيامة صحاح. وزاد ابن القيم في كتاب أحاد الأرواح عليها إلى أن بلغت 30 حديثا، وقال بعض العلماء أغلبها جيد، إسنادها جيد. وقال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أحاديث إثبات الرؤية لله عز وجل أن المؤمنين يرونه من القيامة بلغت حد التواتر، لأنه قد رواها عن رسول الله ما يقارب 30 صحابيا أو قال 20 صحابيا، بلغت حد التواتر، متواترة أحاديث إثبات الرؤية. منها ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ واضح الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون أو أرأيتم القمر ليلة البدر؟ قالوا: بلى. قال: هل تضارون برؤيته؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الشمس هل تضارون برؤيتها ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك، فإنكم ترون ربكم كذلك. قال الإمام الصابوني في كتاب عقيدة أصحاب الحديث: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء. يعني ما تفهم من الحديث، يجيك وداك محمد منتصر ولا غيره من الصوفية الذين يريدون أن يخربوا الإسلام، ولكن هيهات لهم، يجيك يقول لك الحديث: والله أنا عندي أنا باطل،
انت الباطل. الحديث ما باطل، انت واللي معاك كله باطل. ليه باطل؟ يقول لك باطل لانه ده بيشبه ربنا بالشمس وبالقمر. لا مو قال لك، انت ما تفهم لغه عربي. هذا تشبيه السلف قالوا كما قال الامام الصابون، هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء. فهمتوا الحتة دي يا جماعة؟ وهكذا قال العلماء، قال الشيخ العثيمين هكذا، وقال الشيخ الربيع هكذا، وقال علماؤنا هكذا، وده منتهي واضح. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما في ليلة مقمرة، وهو لعله من رواية جابر في صحيح مسلم، في ليلة مقمرة يعني القمر فيها مضيء تمام زي ليلة 14 أو كده أو كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة عينوا للقمر، قال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. يبدأ الموضوع مالا يا جماعة منتهي. وحديث كثيرة جدا جدا، وإجماع أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة والصحابة والسلف على هذا الأمر بلا خلاف. ردا على الأشاعرة، أشاعرة قلنا قالوا قول كده بتاع سياسة وقول باطل جملة وتفصيل. فردا عليهم قال الإمام البربهاري: والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم. لأنه ذي قالوا رؤية شنو؟ الأشاعرة قالوا رؤية بصيرة، ما رؤية بصر. فهنا السلف كان بيرد عليهم قال يرونه بأعين رؤوسهم، يعني ما بالبصيرة، العيون المركبة دي ذات بس. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقويها لهم وينشئها لهم بحيث يرون ربهم تبارك وتعالى، ولكن بأعين رؤوسهم وليست بالبصيرة كما قالت الأشاعرة. أخيرا، من أنكر رؤية الله، ذكر علماء للسنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ربيع وغيرهم، أن من أنكر، من جحد رؤية الله عز وجل يوم القيامة كافر. ولكن فصل شيخ الإسلام قال: إن كان ممن فاته العلم فإنه يعلم. يقول له يا أخي ربنا قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإن جحده بعد علمه فإنه كافر تعينا، لأنه أنكر ما أثبت في كتاب الله بآيات، وأنكر ما أثبت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر. إلا يكون جاهل، لكن توريه إذا جاهل توروه لا الله قال كذا والرسول قال كذا، فإن جحد بعد ما علم فهو كافر كفرا أكبر خارج عن الإسلام. فهذا دليل على أن إثبات وعلى أن الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة من أمور الإيمان ومن أمور العقيدة ومن صفات أهل السنة والجماعة التي اختصوا بها دون أهل البدع وأهل الزيف والضلال. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم. في سؤال؟ في سؤال يا جماعة؟ طيب سؤال؟ ها؟ أيوة، في كتب يا جماعة طلعناها، كتبها أخونا الشيخ أبو بكر محمد أحمد عبد الحكم آداب، واسم الكتاب نصيحة للشباب، ونحن قد راجعناه. كذلك الأخ الشيخ شهاب قد علق عليه وجعل عليه حاشية مفيدة ماتعة لما يحدث في هذه الأيام، لا أقول على مستوى الدعوة عامة ولكن أقول على مستوى الواتساب، لأن الشباب الذين أتوا بهذه الفتنة هم قلة، ومع قلتهم معهم الباطل وليس معهم الحق، ومنبرهم هو الواتساب، وكفى به منبرا لهم. خلاص شغالين يكذبوا علينا، والكذب على أشخاصنا عفوناه لهم. وأما تأصيلهم للباطل، لباطل ذلك الرجل المدعو أبي عمران، مين ما عرف ذلك الطبيب
والذي يقول إن مصادمة أهل البدع ليست واجبة، واللي بيقول واجبة ده يجيب دليل وما حيلقى دليل، قال إلا تألف لك آية جديدة قال أو حديث جديد إن مصادمة أهل البدع باطلة. والعلماء لما قالوا لابد أن يصادم أهل البدع ما قاصدين مصادمة الدبن يعني في الأصل، وإنما المقصود شنو يا جماعة؟ الرد عليهم ومناظرتهم، خلاص، ومجادلتهم. ودليلهم على هذا آيات من كتاب الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا وديها وين؟ نوديها وين الآية؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله كذا. وحديث عائشة في البخاري ذكرناه مرات ومرات، وحديث صحيح مسلم وغيرها من النصوص وإجماعات السلف التي ذكرها الشيخ أبو بكر في كتابه هذا وفي لقاء الذي كان بمنطقة بحري. ولكن هؤلاء علموا الحق ورفضوه، لأن كلهم أقروا على إنه هذا الطبيب على باطل كله. حتى واحد هنا فوق صوروا بالفيديو قال الطبيب أبو عمران على باطل، كلامه ده باطل، والرئيس أنا خليته. بكرة لقوه في المستشفى بتاع أبو عمران، ما أعرف إنه وجع ظهر ولا وجع اثنين، لقوه قاعد معه هناك. وده هوا ما بعدي هوا، والله العظيم. والثاني داعية للأسف الشديد، سألته أنا قلت له يا شيخ فلان كلام الزول ده الآن سمعته باطل ولا ما باطل؟ طبيب أبو عمران ده ولا اسمه؟ قال لي والله كلامه ده باطل، والدقة فيه مقلب فلان ابن فلان كويس، شال عدته عفشه وترك الشباب اللي كان بيدعو معاهم وكان داعية قوي في التوحيد، ما جاء ينضم لهم. وفي قال لما نغيب ذلك الطبيب من الدرس ده يسد له الدرس مع إقراره لينا إن الزول ده على باطل وكلامه باطل. وذاك ما تاب الطبيب، ذاك ما تاب من كلامه، أرضه مشى ليه وقعد معاه ويسوق له الشباب. والله الذي لا إله غيره، إذا ده ما هوى أنا ما بعرف هوى ده. زول مغير، أنت مغير إن الزول ده على باطل، وزولك ده طبيبك ده أبيتوك أو ما تاب لحد الآن، أنت برضو تتابع وتدل للناس وتعادي إخوانك اللي بتعرفهم منذ عشرات السنين، 12 سنة 13 سنة، وتقاتل معهم في الدعوة وتحارب التوحيد محاربة الشرك. وهو أكثر زول، الداعية ده كان معانا ومشى انضم لذلك الطبيب، أكثر زول كان شديد على أهل البدع. ولا ما يهم ده كان بيجدع نعلاته في الركن لما نتكلم عن أهل البدع وبيجر القميص، ذاتنا احنا ما قاعد نعملها. تابع ذلك المايع الصايع المدعو أبي عمران، تابع يا أخي. نحن الآن في بلد أكثر من 90% يمكن من الناس الشغالين دعوة أهل بدع أو أهل حزبية، صح ولا ما صح؟ الحزبية بدعة برضه. أنت زي تقول للناس يعني شنو مصادمة أهل بدع؟ يعني شنو؟ استخف كمان، مين اللي قال لك تصادم؟ ومنو خدت الشرط ده؟ ودليلك شنو على مصادمة أهل البدع؟ وكون الألباني مدح بأنه يصادم ده ما معناته أنه مصادمة أهل البدع واجب، لأنه لو قلت واجب ما حتلقى دليل إلا تألف آية جديدة أو حديث جديد. هذه وحدها تكفي لتضليل هذا الطبيب المجرم. لكن التفصيل كله حتلقوه في كتاب أخونا الشيخ الفاضل أبو بكر محمد أحمد آداب حفظه الله تعالى ورعاه. الكتاب بس عشان الناس ما تتشاكل، أنا عندي تعليق على العدسي، عبد الحفيظ العدسي، امبارح كان عنده درس كتاب عشان الناس ما تتشاكل، حيعطى الناس في محله، حيجيوا الكتاب في محله، لو قمت على حيلك حتهرب من الكتاب، حيفطوك انتوا بعدين لو قمت على حيلك. نحن الزول كان بيقول لك قوم على حيلك ده خليناه هو التاني، خلاص. طيب عبد الحفيظ العدسي، وانا لازم اتكلم عنه باسمه لانه هذا الرجل مميع لدين الله، وانا مسؤول دقيقه يا اخوان هذا اصبر يا خلاني اشوف العدسي الاول حل. طيب كان عنده امبارح اقعد واحد، اقعد يا محمد نورين وقف التوزيع عليه. كلام ده مهم، لانه زول ده عامل فتنه بيجاي في جمع الوالدين ولام من الناس وعامل له دروس في الاذكار وفي الرغائق، والناس قايلين القبه فيها فكيه، وانا والله ما اخليك ابدا. امبارح في مجمع الحسن الاسلامي ده هو امامه،
ويروى ويحكى انه رئيس اللجنه خلاص بتاعت المجمع ذات والخطيب بتاع البيت. المهم عنده درس كله اربع ولا حاجه كده. وانا احذرك من هذا الدرس ومن دروس هذا الرجل المدعو بالعدس ابدا حتى يرجع الى منهج السلف. الرجل ده رجل منحرف تماما عن منهج السلف. واسمع القصه دي اللي حصلت وموثقة عندنا الحمد لله. تفرفر نطلعها. موثقة اخونا ماشي وثقها لنا اخونا محمد ساله عديل وثقها وجابها لنا موثقة. الحمد لله هذا من فضل الله عليه. لانه اهل البدع ده اللي بيجوا يكذبوا. عشان كده ربنا ادانا نعمة انه نوثق لاي زول تكوح سايبه وسؤالك يجيبه. فاختلف اظن اخونا محمد ده مع بعض الشباب هناك قالوا بيحضروا للعدسه. قال لهم الزول ده منحرف ما تحضروا له. او كلام بالمعنى. رفضوا. قال لهم راح كاكم مش عنده درس الليله راح انا بثبت لكم. فبعد الدرس قام رفع يد رس الورقه فيها الاتي. اسال عن الامه افترقت الان الاسلاميه وكذا والافتراق وكذا. فبسال عن جماعه الاخوان المسلمين وعن عبد الحي يوسف وعن محمد حسان ومحمد حسين يعقوب. وهل الخروج على الحكام يخرج من السلفيه او كلمه بهذا المعنى تماما. العدسي قال رفع الورقه حقته قراها كده لقيتها ما بينفع مع منهجه. لانه لو جاوب جواب ملكلك الدعاة بيسلطوا عليه دعاة الحق. لو جاوب جواب كويس بيشيلوه من الجامع في ظنه. ونحن نعلم ان قول الحق يرفع الانسان وهو السبب الاعظم في الرزق. الرزق ذاته المجهجه الامه دي والشيوخ ديل والدكاتره ديل مجهجيهم مره واحده الرزق ده بيجي بقول الحق. عرفت كلامي؟ ليه؟ لانه الرزق ده عند الله. والله قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ديل ما بيفهموا الكلام ده. الرزق ده عند الله فوق يا دكاتره. الرزق ده فوق. لابد تتعلموا المساله دي من ابجديات العقيده التي كان يعتقدها ابو لهب وابو جهل. لانه الرزق عند الله ده من الربوبيه وديك كانوا منجدين الربوبيه المشركين. لابد الدكاتره يتعلموا الربوبيه دي اول حاجه يعرفوها ذاته الحافظ شنو الرزق ده وين. لعن احياء تراس تبا لاحياء تراس كسر الله رؤوس احياء تراس. عرفت كلامي؟ ولاعن جمعيه دار البر اخزاهم الله جميعا. البتدعم جمعيه الكتاب والسنه وده السبب في الفرتقه بتاعتهم الاخيره. كل واحد شال كوم وتخارج وهنا وودوه وين ديك شالوه ده الحاصل. ما كلمناك كلمناك قلنا تشتغل على التالي في السوق. قلت لا لابد يدي تكون ناعمه. الله يقطع عليك. توصوا يدك دي بتخليك انت تبتدع في دين الله. الله يقطع عليك. عرفت كلامي؟ عشان تمشي صح. فكرفس الورقه جدعه. وسؤال زي ده نحن بندردق له دردقه. في سؤال انت قال في سؤال ده يعني شنو؟ يعني اسال عن المواضيع دي. انا كل ما اقول لك في سؤال انا قصدي المواضيع. تسال عن عبد الحي، تسال عن عبد الحي يوسف، تسال عن الشرك، عن الصوفيه، عن البرعي، عن احمد المنتصر، كل ما اقول لك في سؤال ده الموضوع لابد تتذكر. يا اخي زول عامي والله منظر عجيب قارنه مع منظر العدس الحجيج بعد شويه ده. في مسجد الماليزي، مسجد يعني اللجنه بتاعته ملكلكه الا يعني قليل من الناس اللي بيصلوا. يوم جايب لنا زول خازوق يدي الناس محاضره. جابوا واحد اسمه حزام الزيت والعزيات. جابوه بيقري من الموبايل جالكسي. انا ما اعرف لو قطع الدرس يكون كيف، لو قطع شاحن. المهم درس من الموبايل. ايش؟ ايش؟ يعمل كده. ايش بتاع شو؟ وده طلاب علم. يدرس ناس معلقين تمائم وحجبات في العشماويه. تخيل الكلام ده كده. امبارح يوم الاربع بيدرس قال عن قراءة سورة الفاتحة الخلاف اللي فيها وراء الإمام. ودي امور من الدين احنا ما بننكرها، لكن بنقول التوحيد اولى والنازل عارفين المعلومه دي انه التوحيد اولى، لكن ما بيحبوا يتكلموا في الحق في التوحيد لانه بيجيب مشاكل في ظنهم ولانه بيقطع رزقهم في ظنهم الباطل. انا قمت طلعت اصلا ما بحضر له اصلا. هذا رجل منحرف حلبي تابع للحلبي والحزبيين دي تلميذ عبد الرحمن حامد، تلميذ ابو القاسم البشرى وهلم جره. اصلا ما بحضر. من سبح ذاته برا الجامع
عشان ما نسمع لهذا المجرم المنحرف. طلعت من الجامع والله واحد عامي عامي مسلم حالق لحيته عشان ابو لما طالع جاي ودي كلها معاصي. لكن شوف الخير في العام ده نحسبه والله حسيبه بكورك باعلى صوته. قال يا اخي ما يكلم الناس في التوحيد والله انا ماشي وراه. قال ما يكلم سنه ولما ما عرف قال بقى لو كده انا وراه. قال ما يكلم الناس في التوحيد. اصو قال لي اي زول جاء الجامع ده ما بكون بيعرف الصلاه كلم الناس في التوحيد. قمت انا وما بيعرفني قمت انا من وراه قلت له لو كلم الناس في التوحيد المرتب بقيف عمل لي فوق الشيكه. قال لي ما يقيف وفات وقال انا معه ولي شفت ايه تابعته لما انقطع الزلط. عامي عام جزاه الله خيرا. كرفس الورق العدسي والجدعه. اخونا جزاه الله خير قام رفع يده قام ادى الزول جنبه سال في النهايه قام ادى الزول ده اضطرارا قال لي عندي سؤال اجي. قام قال لي نفس السؤال في الورقه ما رايك في اخوانا المسلمين والامه افترقت وكذا وعبد الحي يوسف ومحمد حسين يعقوب ومحمد حسان وكذا والخروج على الحاكم هل يخرج من السلفيه؟ قام قال الامه طبعا افترقت وكذا والمنهج الصحيح من كان على مثل على كتاب السنه ونكون على كتاب السنه والخروج على الحاكم ما يجوز والناس راس المفاسد بتاعته في التظاهرات الان وانتهى. اخونا قال لي على اخوان المسلمين يا شيخ وعبد الحي قال له كفى كفى اقم الصلاه. الله اكبر ودي مسجله رفعوها في النت اخوان حضروها كله ده شيخ لانه عبد الحفيظ العدسي احد دعاة منظمه المشكات ومنظمه المشكات ودي وثيقه عندي موثقه ومنظمه المشكات هي منظمه اخوانيه تابعه لاخوان المسلمين للسروريه للتكفيريين اهل بدع وضلال. الرجل ده احد دعاتهم زي ما هم رافعينه في الموقع الرسمي حق منظمه المشكات على النت الان خشوا من دعاتهم عبد الحي يوسف محمد عبد الكريم سجم رماد عبد الحفيظ العدسي مصورينه كده وصوبا هسه خشوفه. عرفت كلامي؟ فلذلك لا يتكلمون في اهل البدع لانهم منهم ومن اهل البدع. ده اللي حبيت اعلق عليه. وقد قال الله عز وجل ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم.